بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل اليوم ان شاء الله بموضوع جديد اللي هو اللينس ثيكنس. طبعا اللينس ثيكنس بدخل فيها اكثر من عامل. في عندي ايدج ثيكنس. ايدج ثيكنس معناها سمك حافه العدسه. في سنترال ثيكنس. سنترال ثيكنس اللي هو سمك الوسط تبع العدسه. في عندي مفهوم جديد حناخده اليوم اللي هو الساج. مفهوم الساج. الساج معناها عمق التدلي تاع السطح. شو يعني؟ يعني مثلا عندي سطح بالشكل هذا. لو قلنا ايش الساج تبعه؟ الساج تبعه اللي هو المسافة بين الكيرف هذه و المستوى اللي بيقطع الكيرف بالشكل هذا. هذا الساج. الساج له علاقة بدرجة التحدب فعلا. له علاقة مع تثبيت الدياميتر او تثبيت القطر. حنشوف هذا الكلام. بس في النهاية الساج بيحكي على المسافة هذا العمق. يعني هنا مثلا وين الساج؟ لازم اوصل هاي هيك بالاول. تمام؟ هذا هو الساج. نبدأ من وين؟ من الكيرفيتشر نسقط على السطح. هذا هو الساج. كل ما قل الساج، اذا بتلاحظوا لو هذه قلت كتير وهي قلت كتير، كل ما سمك العدسة كله قل. كل ما زاد الساك كل ما زاد التحدبات وصارت عدسة كلها سميكة أو في ثيكنس كبير. واضحة؟ تمام. يبقى زي ما قلنا لينس ثيكنس، في حاجة عندنا اتش ثيكنس من حيث العدسة. ايش نوع العدسة هذه؟ هذا مقارن هذا منسكس وهذه باي كونكيف. ممتاز. تمام. الاي هذا اتش ثيكنس، سمك الحافة. تمام. edge thickness. central thickness وين central thickness؟ اللي هو السمك هذا. تمام. أو السمك هذا. هذا هو T central thickness. إذا بنلاحظ هنا بتلاقي في عدسة السالبة هناك الباكونكيف إنه دائما central thickness أقل من edge thickness. لو انا واحد اعطاني معطيات ولقيت من المعطيات انه الايدج ثيكنس اكثر من السنترال ثيكنس، بعرف انه العدسه هذه سالبه. لو واحد قال لي الايدج ثيكنس بيساوي 5 ملي والسنترال ثيكنس بيساوي 2 ملي، حعرف انه هذه العدسه اكيد سالبه. لانه بصيرش هذا الكلام الا لما يكون السطحين كونكيف او محصله السطح الكونفكس مع الكونكيف في المنسكس لصالح الماينس. يعني طلعوا العدسه هذه المنسكس فور، ايش رايك في العدسه هذه؟ سالبه ولا موجبه؟ سالبه. عارفين ليش سالبه قلتوا؟ لانه هذا التحدب تبعها اقل من التحدب هذا. تقعر اكثر من التحدب. طب في هذه العدسه ايش بتلاحظوا؟ هاي الايدج ثيكنس. هاي السنترال ثيكنس، مين اكثر؟ ايدج. طب شوف عدسه بلس. تمام؟ هذا بلس، كيف عرفنا البلس؟ هذا التحدب اكثر من التقعر. طيب ايش رايكم في الايدج هنا والسنترال ثيكنس؟ سنتر اكبر من الايدج ثيكنس. تمام. هذه قاعده عامه. الايدج ثيكنس دائما اكثر في حاله الماينس لينس الايدج ثيكنس، والعكس في عدسات اللي هو البلس. طيب عندنا السيرفس ساج. نرسم على كل منحنى بلين. هاي المنحنى الاول برسم بلين بقطعه، وهذا نفس القضيه وهناك نفس الحاجه. هاي رسمتهم. واضحه؟ هذا البلين. كيف الساق بيكون شكله؟ من هنا لهنا له اتجاه. انا معني من وين نرسمه؟ نرسمه من الكيرف، من الكيرف ناحيه السطح. نرسم سهم بالطريقه هذه. تمام. شايفين كيف S1 S2، الساق الاول الساق الثاني. S1 S2، شايفين كيف صار الاتجاه بالعكس؟ ليش؟ لأن هاي الكيرف وهي البلين، وهنا هاي الكيرف وهي البلين، هكذا. واضحة؟ الدياميتر ايش مع دياميتر؟ قطر. قطر العدسة كلها اللي هو هذه المسافة. حتلاقي العدسة هيك قطرها كله هذه المسافة. واضحة؟ هاي القطر. طيب في قانون بيجمع هذه المعطيات مع بعض. التي اللي هو السنترال ثيكنس بيساوي ال edge thickness زائد S1 ناقص S2.
في عندي شغلتين، يا اما بس بحفظ القانون هذا حفظ وبتعامل مع الاس واحد واس اثنين كمتجهات. انتوا فاهمين شو المتجهات؟ المتجه يعني لو بدي اخلي الاتجاه ناحيه الشمال او اليمين، ناحيه اليمين موجبه اي شيء ناحيه الشمال حيكون سالب. انا بدي اعمل هذا الكلام، شايفين شو عملت؟ ناحيه اليمين بلس، ناحيه اليمين بلس كسهم، ناحيه الشمال ماينس، ناحيه اليمين بلس. واضحه؟ وهي القانون. اذا طبق القانون زي ما هو، في هذه الحاله حيكون قانون تي بيساوي اي زائد اس واحد ناقص اس اثنين، مظبوط. ففي هذه الحاله حيكون تي بيساوي اي زائد او ناقص اس واحد ناقص اس اثنين. فاهمين؟ في هذه الحاله. واضحه؟ طيب في واحد قال انا بديش دوشه الراس هذه كلها. طيب صح ان القانون هذا استنتجناه من الرسم، صح مليون في المية. بس كملي، ممتاز جدا كلامها. بدي اياك تنسوا فيلمك لينسز، جبت لكم لغز قلت لكم هاي اللغز زي هيك. التي ايش بتساوي بمعلومية الاس واحد والاس اثنين والاي؟ فاهمين؟ هاي التي، هذه التي بتساوي الاي كلها بس بديش الاس اثنين وبدي الاس واحد، يبقى ناقص الاس اثنين زائد اس واحد بيطلع هيك. فهمتوها؟ طيب نشوف هذه. التي ايش بتساوي؟ بتساوي الاي كلها بس اطرح منها الاس واحد والاس اثنين، بطلع نفس القانون اللي استنتجناه قبل شويه. فهمتوها؟ لو بديش اتعامل مع متجهات. بنفع وصح، وبالعكس انا بشجع الكلام هذا. لان في النهايه يعني منطقي الموضوع، بديش انا نحفظ قوانين ونخربط فيهم زي هيك. بكل بساطه الايدج هذا السنترا ثيكنس كله هذا عباره عن الاي هذه كلها بس هي مش داخله في الحسبه، يعني بدي ناقص اثنين بس بديش معها الاس واحد. فهمتوها؟ يعني لو جبت سؤال من هون رايح ايش مكان الشكل مش حاتغلب منه، لان حسنتج استنتاج من الرسمه نفسها. تمام؟ او اذا مش حابين تتعبوا حالكم برضه القانون هذا مش قانون صعب، سهل جدا. تي بيساوي اي زائد اس واحد ناقص اس اثنين، وقانون المتجهات تفرض اتجاه معين وعلى اساسه بدك تشتغلي، اللي مع الاتجاه بيكون بلس، عكس الاتجاه بيكون ماينس، وهذا شيء واضح. تمام؟ طيب يعني لو انا قلت لكم مثلا احسبوا لي السنترال ثيكنس تبع العدسه هذه، الاتش ثيكنس بقدر احسبه بالمسطره بكل بساطه. طيب السنترال ثيكنس كيف بدي احسبه؟ يا بدي اجيب كاليبر من الفيزياء بس برضه حيكون في خطا، لان مش حعرف السنترال بالضبط وين. الكاليبر اللي هو زي جهاز بفحص الاقطار الدقيقه بالاجزاء من الملي، بس برضه مش حيكون كثير مهم في شغلنا لانه صعب اعرف السنتر بالملي وين. فحستخدم القانون هذا، السنترال ثيكنس هو اللي بدي اجيبها. الاي زي ما قلنا بقدر اجيبها بشكل بسيط، انه بالمسطره فعلا بمسك العدسه حفتها وبقيسها بتلاقيها مثلا 3 ملي 3.5 ملي وزي هيك. هاي جبناها. الاس واحد سهل اقيسها؟ سهل؟ مستحيل اقيسها. كيف بدي اعرف المسافه بين السطح والبلين؟ كيف بدي احط الشيء مصر؟ كيف بدي اعرف؟ مستحيل. فبالتالي بدي طريقه اعرف منها الاس واحد والاس اثنين كيف اقيسها. حناخذ كيف ممكن تنحسب الاس واحد والاس اثنين بمعلوميه الكيرفيتشر باور او الريلس اوف كيرفيتشر. يعني هحكي هلقيت عن السيرفيس ساج كيف ممكن تنحسب. نفترض انه في عندي دائره او كره، تمام؟ الدايمتر تبعها من بي لدي. احنا متفقين ان اي كيرفيتشر في الدنيا خاصه السفيريكال كيرف هو عباره عن كيرف جزء من دائره او كره، صح؟ يعني احنا اخذنا القطر هذا حيكون بيمثل القطر تبع اللينس او السيرفيس ساج، تمام؟ يبقى الدايمتر بي دي، اللينس سيرفيس اللي هي البي اي دي، هي السطح تبع الكيرف وهذا الدايمتر تبعه. ايش الساق بيكون؟ مسافه من وين لوين؟ من A إلى A. ممتاز، لهذا السطح. يبقى قبل الساق خلينا نشوف الريلس اوف كيرفيتشر، هي السنتر اللي هو مركز الكره، والار هذه هي عباره عن ايش؟ الراديوس اوف كيرفيتشر تبع الكره اللي جاي منها الكيرف. اي كيرف في الدنيا زي هيك، هذا مثلا، هذا حتلاقي فيه له سي خاصه فيه اللي هو الار، عارفين هذه القصه. هذا السطح، وهذا السطح بتلاقي له مثلا هيك
سي 2 سي 1 سي 2 هو الريتش في الكيرفيتشر تبعه. فاهمين كيف؟ نفس الآلية أنا عامل أنا. الكيرفيتشر هذا المسافة بين دي والسنتر تبع الدائرة هاي هو عبارة عن R radius of curvature صح؟ السيرفيس ساج هو المسافة هذه من A ل E من A ل E. طيب لما يسقط عمود من السطح الكيرف هذا ويسقط على قطر بالطريقة هاي تتوقع تكون عمودي ولا مش عمودي؟ لازم يكون عمودي. وش كمان؟ منصف برضه لهذا الشغل، هذا شغل هندسة. تمام؟ عارفين هذا الكلام؟ يبقى منصف له حيكون هذه واي وهذه واي، يبقى الدياميتر ايش بتساوي هنا؟ 2 واي. ممتاز. تمام؟ يبقى حنسى قصة الدياميتر وحتعامل مع الواي 2 واي. يبقى في عندي ساج و2 واي. تمام؟ اطلع على المثلث هذا. المثلث هذا اتفقنا انه قائم الزاوية. ايش الأضلاع تبعته؟ واي وار ممتاز وار ناقص اس صح؟ ايش كيف ار؟ المسافة من هنا للسنتر عبارة عن ايش؟ ريتش اوف كيرفيتشر وهذه اس يبقى هذه عبارة عن ار ناقص اس. عارفين الكلام هذا؟ قلت لك أضلاع معروفة واي ار ناقص اس وار. فيثاغورس ايش بحكي؟ مربع الوتر بيساوي مجموع مربعين الضلعين التانيين صح؟ يبقى الار تربيع بتساوي واي تربيع زائد ار ناقص اس الكل تربيع. تمام؟ عملنا توزيع ار تربيع ناقص واي تربيع بتساوي ار ناقص اس الكل تربيع. بدي اخذ الجذر التربيعي للتو سايدز. تمام؟ بيطلع الاس بيساوي R ناقص جذر R تربيع ناقص Y تربيع. عارفين كيف جات؟ جذر التربيع هذا الجانب هذا جذر التربيع الجانب هذا بصير R ناقص S. تمام؟ يبقى الـ S خليتها هنا جبت الـ R على الناحية هاي بصير R ناقص أو العكس الـ S جبتها هنا والمعادلة هاي وديتها هيك بتصير S بتساوي R ناقص جذر R تربيع ناقص Y تربيع. تمام؟ يبقى الساج بيساوي R ناقص جذر R تربيع ناقص Y تربيع. تمام؟ هذه المعادلة اسمها exact sag. يعني عشان أعرف الساج بالزام نعرف الـ radius of curvature الـ radius of curvature الجاي من السطح. تمام؟ وبدي أعرف الديميتر. الديميتر صعب أعرفه؟ مش صعب. هاي العدسة عندي موجودة بجيب مسطرة بقيس القطر كله طلع 70 يبقى الـ Y قديش؟ 35 سهلة. فكيف اجيب الار؟ في قانون بيحكي اكيد اخذتوه في الجيومتريكال اوبتكس اف بيساوي ان شرطة ناقص ان على ار. شفتوا هذا؟ انكسار الاسطح. اخذتوش قانون؟ طيب هذا قانون لازم تحفظوه زي اسمكم لانه قانون مهم جدا. هذا قانون بعطيني قوة الانكسار على الاسطح اذا كان في فرق بينهم في الريفلكتف اندكس. يعني الانتقال من وسط لوسط اخر الوسط الاخر هذا بيفصله عن الوسط الاولاني كيرف منحنى في انكسار بصير. هذا الانكسار بحكم القانون هذا يبقى الاف بيساوي ان شرطه ناقص ان على ار او الار بيساوي ان شرطه ناقص ان على اف. لو بدنا نقلها هذه هنا بيطلع نفس الحاجه. تمام؟ ايش الانشرطة هنا؟ وان ايش؟ انشرطة الوسط تبع العدسة Refractive index of the lens. والان في حالتنا احنا هي الهواء. يبقى عمليا القانون هذا حنحاول نعمل F بتساوي ان شرطة ناقص واحد على R. ليش واحد حطيناها؟ لانه الوسط الثاني عندنا دائما احنا الهواء. هو القانون هذا عام لو انا مثلا بعمل انكسار ما بين العدسه والميه مثلا بصير ان شرطه وان يعني في اثنين بس دائما في الهواء الوسط الثاني عندنا بالنسبه لنا هو دائما الهواء والفراغ يبقى معامل انكسار حيكون واحد. طيب يعني so by knowing the surface power اذا عرفت الاف
والرفراكتيف اندكس the surface power or radius of curvature يعمل F تل F والR وهذا بيكون معطى هذا واحد عرفنا لها واحد تمام we can calculate the surface sag يعني لو واحد جاب لي قال لي عدسة هذه مصنوعة من مادة الفلانية في عنا جدول للمواد يقول إذا المادة مصنوعة من مادة CR39 مثلا بكون refractive index 1.523 مثلا تمام يبقى عرفت الآن إيش بتم أعرف الأف الأف في جهاز اسمه جينيفا كلوك هذا بيجيب لي قوة السطح يعني مثلا لو عندي سطح زي هيك في العدسة سطح زي هيك احنا قلنا لو هذا السطح قوته بلس 5 وهذا ماينس 8 كل العدسة قوتها ماينس 3 الأجهزة اللي بتقيس قوة العدسة بتعطينا ماينس 3 بتجيب التأثير تاع العدسة ككل بس في جهاز صغير زي الساعة هيك بتعامل مع الأسطح يعني بقيس قوة السطح هذا لحاله في الساعة اللي بحكي عنها لما احط على السطح هذا حيعطينا قديش؟ بلس 5 لما احط على السطح الثاني حيعطينا ماينس 8 لأنه بجيب حاجة اسمها السيرفيس باور قوة السطح مش احنا بنجمع دائما السطح الأول زائد السطح الثاني نعمل كروس زائد السطح الأول كيف بنقيسه؟ بنقيسه بالسيرفيس باور ميجرمنت زي هيك في جهاز بقيسه هذا تمام؟ يبقى إذا عرفت الأف برضه أول واحد قال لي إنه السطح هذا جاي من يعني من كرة نص قطرها مثلا 30 يعني عرفت الار يعني 30 مللي تمام؟ بقدر أعرف السيرفيس ساج حنتها يعني صارت المعطيات ممكن أجيبها بالأول إني أقيس الساج هيك فيش حدا يقيس الساج إذا بتلاحظوا ما جبتش سيرة كيف أقيس هذه المسافة أنا استنتجت استنتاج ملاحظين؟ هاي المسافة بقدرش أقرب عليها بقدرش أقيسها بس في أشياء بقدر أقيسها فعلا هي اللي بستخدمها زي السيرفيس باور ريتس اوف كيرفيتشر لحد ما مع انه برضه ممكن مستحيل بس سيرفيس باور اهمهم والرفاف اندكس اللي هو اصلا حسب الماده اذا قزاز بكون الرفاف اندكس تبعها معروف اذا مثلا بلاستيك او كذا تمام بقدر احسب حالتها السيرفيس ساج طيب خلينا نطلع على الشغله الترنيتيف اكسبريشن هاي اسمها اكزاكت ساج ايش معنى اكزاكت؟ يعني الساج بالملي بجيبه بالضبط نطلع على قانون ثاني ار تربيع بيساوي هذا نفسه R تربيع بيساوي حطيت ال Y الناحية هاي صارت تنجمع Y تربيع زائد R ناقص S كل تربيع يبقى ال R تربيع بيساوي فكينا الفرق بين أو مربع الفرقين الفرق Y تربيع زائد R تربيع ناقص كذا ال R حتروح مع ال R صح؟ الاثنين نفس الإشارة على سايدين مختلفين هاي شطبتهم شايفين كيف؟ رتبت ثاني قانون R بتساوي هذا كلام جبر على فكرة مش صعب بالمرة تحاول من يمين وشمال وهيك R بيساوي Y تربيع زائد S تربيع على 2S ممكن بكل بساطة ألغي الـ S تربيع أشطبها هو ليش؟ ليش ممكن؟ أنا أقول لكم ليش الـ Y تربيع عبارة عن إيش هذه؟ الـ Y إيش هي؟ نص الدايمتر توقع قديش الدايمتر حكينا في يعني مثلا لو أقول لك الدايمتر غالبا الدايمتر قديش القطر تبعه المتعارف عليه 3 مللي مثلا قطر العدسه قديش ايوه بالضبط يعني قطر 70 فالواي 35 40 طيب الساج راح يكون صغير كثير ايوه الساج قديش طول الساج توقعوا برضه 30 مللي مثلا لا 1 2 مللي 3 مللي صح دائما في الرياضيات اذا في قيمتين بنجمع مع بعض في القانون قيمه منهم المتعارف عليه دائما انها كبيره كثير القيمة الثانية متعارف عليها صغيرة كثير ممكن نلغي الصغيرة، يعني مثلا لو بدي اقول بدي احسب انا اطوال مثلا المعامل عندنا، المعمل طوله قديش؟ 10 متر. واحد قال لي بس وقف بدك تعمل حساب الحرف تبع البلاط اللي هو طوله مثلا 2 سم، مش معقول اقول له انا بدي اكتب قانون اسمه طول المعمل زائد طول حرف البلاط اللي هو 3 سم. مش معقول الاقي يبقى الاطوال حتجيني في المعمل في الكتابه مثلا 10 مللي او 10 متر او 10.3 سنتيمتر يعني كلام مش منطقي صح؟ بالتالي يمكن تجاهله وهذا المنطق الصح دائما الاطوال او الاطوال الصغيره جدا كالمتعارف عليه طبعا مش يكون لها قيمه فاش اقيس مثلا اذا بتاخذ اي قيمه هذه لو 30 ما ينفعش اعمل هذا الكلام بس هو الاساس انه مستحيل الساج يتجاوز 3 او 4 او 5 مللي على اقصى تقدير بينما الدياميتر مستحيل ينزل عن 30 و40 و50 فبالتالي يعني جمعهم مع بعض يمكن اتجاهل في قيمه صغيره تمام بس ايش بنسمي هذا في هذه الحاله
approximate هيك. بس مش هيدينا النتيجة زي الاكسل. اكيد بس الاختلاف حيكون يعني يمكن تجاهله. لاغراض نحن بنفع مش مشكلة. عامل ايش؟ ليش نستخدم الطريقة هاي؟ هيك حتشوف. طلع القانون هذا S بيساوي Y تربيع 2R. الابروكسيميت ساج بقدر افهم كثير علاقات، هنا صعب افهم العلاقة. يعني لو قلت لك مثلا ايش العلاقة بين الساج والراديوس من هذا القانون مش هتعرفي، بس انا بعرف ايش العلاقة هنا. ممتاز، شفت ايش المشكلة هنا؟ يعني بعد بتوضح لي العلاقة بينهم. طيب ايش العلاقة بين الساج والدايميتر؟ طبعا مع تثبيت العامل الاخر. يعني مثلا لو ثبتت الدايميتر كل ما زاد الراديوس اوف كيرفيتشر ايش يصير؟ حيقل الساج. طيب العكس، لو ثبت الريتش في كيرفيتشر كل ما زاد الدايميتر ايش حيصير؟ بزيد الساج. كده هذا فهمناه؟ طيب when n and diameter is constant، طيب حكيناها. طبعا n انا كاتبها بالعمدان لانه ممكن يتغير على اساسه ال r وال f وكله، يعني هاي لازم تكون constant دائما، يعني نفس الماتيريال. اذا ال r زادت وال r في حد ذاتها علاقة عكسية مع ال f، يعني اذا ال r زادت او ال f قلت، فاهمين كيف؟ الساج بقل. واضحة؟ طيب نوضحها بمثال أقوى من هيك. نفترض في عندي دايميتر ثابت، في لينس دايميتر ثابت قطر، تمام؟ وفي عندي سطح جاي من كرة نص قطرها R1. واضحة الرسمة؟ الساق تبعها S1، هاي الساق. طيب جبت دائرة أصغر لنفس الدايميتر، شايفين الدائرة الثانية؟ بحيث إنه R2 أصغر من R1، واضح إنه أصغر، صح؟ إيش وقف الساق تبعها؟ أكبر من S1، علاقة عكسية. طيب لو جبت واحدة أصغر بكتير R3 أصغر منهم كلهم، بتلاقي الساق تبعها أكبر بكتير، يبقى S3 أكبرهم. يبقى واضح انه علاقة عكسية، وهيك فهمناها المنطق، تمام؟ طيب يبقى فهمنا هذه العلاقة، وفهمنا انه السيف الساق بيختلف مع الباور، والرفلكتف اندكس له دخل في الموضوع. طيب يبقى انا لما اجي اقول الان احنا ثبتنا هناك معامل الانكسار، ثبتناه، فبالتالي هنا بدي احاول افهم شغله جديده. لو عندي عدسه قوتها بلس 5 وعندي عدسه ثانيه برضه قوتها بلس 5، افهم معي المثال هذا. وعندي السيرفس بدي اعمل بلس 5، وهنا السيرفس بدي اعمل بلس 5، تمام؟ هذا الساق تبعه اس 1، وهذا الساق تبعه اس 2، تمام؟ هنا الرفلكتف اندكس ان بيساوي 1.5، هنا الرفلكتف اندكس 1.9. اللي بيشارك في عمل البلس 5 مين بيشارك فيها؟ شغلتين، الرفلكتف اندكس والكيرفيتشر اللي بيعبر عنه الساق. طبعا نفس الدايميتر، نفس الدايميتر، الدي هنا ثابته، تمام؟ ثبت الدايميتر. اي سطح في الدنيا هيعمل الانكسار وهينتج لي مثلا بلس 5 بسبب الرفلكتف اندكس وبسبب الكيرفيتشر اللي بعبر عنه الاس 1، صح؟ فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ حقيت عندي سطح زي هيك هيعمل بلس 5 نفترض. ليش عمل بلس 5؟ مواجهة القوة هذه. ايش الاشياء اللي شاركت في انجاز البلس 5؟ معامل الانكسار والتحدب. يعني نفترض معامل الانكسار هذه 10 كثير يعني، والتحدب صفر، هيعمل انكسار اذا مرت الضوء؟ لا، مش انكسار. يبقى ايش اللي بيعمل انكسار؟ مشاركة الان ومشاركة مين؟ الكيرفيتشر اللي بعبر عنه مين؟ الساق لنفس الدايميتر. الدايميتر لازم تكون ثابتة، فاهمين؟ يعني كمان مرة، اي سطح في الدنيا عشان ينجز لي قوة لازم تكون القوة هذه النتاج الرفلكتف اندكس ونتاج قديش قدر التحدب. يعني لو كان الرفلكتف اندكس ثابت وغيرت في التحدب حتزيد قوة ولا مش حتزيد؟ حيزيد قوة.
يعني مثلا عندي الان هذه مثلا عندي العدسه الاولى هيك والثانيه هيك والثالثه مثلا هيك، هذه اكبر. مين اقواهم هنا؟ اقوه هذه الكيرفيتشر تبعك، كل ما زاد الكيرفيتشر كل ما زاد القوه. مش انتم بتقولوا العدسه هذه قول ماينس، كيف عرفتوا انه ماينس؟ قلت الكيرفيتشر تبع الماينس اكثر من الكيرفيتشر تبع البلس. يبقى انتم مستنتجين انه كل ما زاد الكيرفيتشر كل ما كانت اقوى اللينس. ده نفس الريفرف اندكس، يعني لازم يكون الريفرف اندكس ثابت. فاهمين كيف؟ الكيرفيتشر هذا اقوى من هذا اقوى من هذا، نفس الريفرف اندكس من اقواهم يبقى هذه عدسه، تمام؟ يبقى الكيرفيتشر هذا دخل في الموضوع. طيب فرضا لنفس الكيرفيتشر عندك الكيرفيتشر هذا بيساوي هذا بيساوي هذا، ثلاثة متساويين في الكيرفيتشر، اه؟ اجاز اثنين ثلاثة متساويين. بس هذا معامل الانكسار تبعه 1.5، معامل انكسار 1.7، معامل انكسار 1.9. مين أكثر انكسار بيعمل؟ مين أقوى فيهم؟ احنا فهمنا معامل الانكسار إنه سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ، سرعة الضوء في الماتيريال، كل ما كان معامل الانكسار أكبر كل ما كان الانكسار أكثر، أقوى بتصير العدسة. يبقى مين أكثر واحد بيعمل فيهم انكسار هنا؟ 1.9. شايفين كيف؟ يبقى فعلا احنا الانكسار اللي بيصير من السطح بدخل فيه عاملين، مين هما؟ معامل الانكسار والكيرفيتشر والتحدب. إذا ثبت واحد، إذا ثبت التحدب وغيرت معامل الانكسار بتزيد القوة. إذا عملت العكس، ثبت معامل الانكسار وغيرت التحدب بتزيد برضه القوة. أو بتقل حسب إيش عامل، زودت ولا قللت، تمام؟ يبقى بقدر أفهم هذا الكلام إنه أي عدسة في الدنيا اللي بيعطيها قوة شغلتين، بتطلع على شغلتين مش على شغلة واحدة. بتطلع معامل الانكسار وعلى التحدب في نفس الوقت، الاثنين. تمام؟ يبقى البلس 5 نتجت عندي هذه. برسم الأولانية نفسها. تمام؟ البلس 5 هذه ناتج عن مين؟ عن التحدب اس واحد وعن المعامل الانكسار 1.5. لو غيرت واحدة فيهم حتخرب البلس 5. تمام؟ طيب هذا البلس 5 ناتج عن مين؟ عن معامل الانكسار 1.9 واس 2. طيب انا لو زودت مثلا معامل الانكسار هنا عشان نتم محافظة على البلس 5، ايش لازم يصير في التحدب؟ يقل ولا يزيد؟ لازم يقل، صح؟ لانه اغلب القوه جايه من وين؟ من معامل الانكسار. يبقى ما فيش داعي تساوي كبير ولا بتخرب البلس 5، بتصير كثيره. فاهمينها؟ يبقى بالتالي عشان احافظ على البلس 5 لازم اعمل توازن بين معامل الانكسار والساق. اذا كان معامل الانكسار قليل 1.5 يبقى لازم الساق يكون كبير، صح؟ عشان عايزين بلس 5. طيب اذا واحد قال لي لا انا بدي اعطيك ماتيريال ب 1.9 فاعمل لي عدسه برضه بلس 5، حقول له في هذه الحاله ما ينفعش اعمل نفس الساق. حماسك اقل لان القوه اغلبها جايه من معامل الانكسار القوي اللي هو 1.9. فاهمين هالمبدا هذا؟ بعطينا برضه بلس 5، تمام؟ هذه الشغله قديش انا بدي اغير من الساق عشان تم محافظ على نفس الباور، اذا غيرت المعامل الانكسار اسمها كيرف فاريشن فاكتور، معامل تغيير تحدب. معامل تغيير التحدب اللي هو عمليا قديش لازم اقلل من الساق او ازود الساق اذا انا غيرت الريفرف اندكس. فهمتوها؟ فهمتوها هذه ولا كيف؟ احنا قلنا انه اذا غيرت معامل الانكسار الباور عشان تم محافظ عليه لازم اغير عقباله الساق، تمام؟ واضحه الفكره. طيب قانون بسيط، useful to know what the sag would be for a different refractive index. يعني ايش الساق لازم يكون لا معامل انكسار جديد. واحد اجى قال لي 12 عدسه من 1.5، بدنا عدسات بلس 5 المره هاي بس بدون معامل انكسار، هيك غير معامل الانكسار اعطيه 1.9. حقول له فيش اي مشكله بنعمل هذا الكلام، بس الساق حيبطل هيك شكله، حيصير الساق عندي اقل عشان تم محافظ على بلس 5. اذا تم الساق زي ما هو ومعامل الانكسار زودته بتزيد بلس 5، بصير بلس 8 مثلا او بلس 7، فحتخرب. بديش انا هيك، بدي باور تم محافظ عليه. إذا زودت عامل لازم أقلل العامل الثاني عشان تم نحافظ على الوزن بينهم، تمام؟ القانون بسيط، الـ CVF الـ Curve Variation Factor بيساوي NS ناقص 1 على NG ناقص 1. إيش الـ NS وإيش الـ NG؟ الـ NS الـ Standard Index
اللي في هذا المثال عندنا اللي هو كان بالاول موجود الستاندرد اندكس. اندكس معناها ريفاكتف اندكس، نفس الحاجه. الان جي ده انا بقول لك اصنع عدس على اساسه اللي هو الجيفن، الجيفن اندكس. هاي مثال، مثال بوضح الموضوع كله. فور ماتيريال وذ ريفاكتف اندكس 1.523، يعني عدس الريفاكتف اندكس تبعها 1.523. الساج كان 3.3 من 100 ملي. انا برسم هذا الكلام 3.3 ملي، ماشي. What the sag would be، يبقى الساج هذا هو المطلوب. For a refractive index 1.7، refractive index هنا 1.7. ايش الان اس هنا؟ هذه صح؟ وايش عندي؟ ال ان جي هذه، وهذه خلينا نسميها برضو اس اس، وهذه اس جي. واضحه؟ انا بدي اعرف هلقيت قديش معامل التغيير، يعني قديش النسبه اللي بدنا ناخذها ونحافظ عليها من الساق هذا. طبقنا القانون، واضح جدا، بدي ان اس وان جي، هم هذول المطلوبين مني، هذا المطلوب، هذا المطلوب، هذا المعطيات. طبقت القانون، طلع تطبيق عادي جدا، بعوض وبطبق، طلع 74 او 747 من 1000 هذا المعامل. عارف ايش معناته الكلام؟ معناته الكلام اني انا بدي اخذ 74.7% من الساق هذا عشان اتم محافظ على نفس العدسه. يعني بمعنى اخر بدي اضرب الكيرف فاريشن فاكتور في اس اس اللي هو الستاندرد، هذه بيطلع عندي 2.26. ال 2.26 هذا عباره عن 74% من الساق الاصلي، يعني قلت. يعني اذا بدك تزود معامل الانكسار بيلزمك فقط 74% من الساق الاولاني، يعني بيلزمكش كله، اذا كله حتخرب الباور. فبالتالي فاهمين شو الفكره؟ يعني مفهومها شوي دقيق، احنا نركز فيه. يعني بعد ما طلعت المعامل، معامل تغيير التحدب، طلع معامل تغيير التحدب 74.7%. فاهمين كيف؟ او 747 من 1000. يبقى انا بدي فقط 74، انا بضرب قاعد في 100 على طول عشان اطلع بالنسبه المئويه، بدي 74% من ال 3.3% هاي، بدي 74% منها فقط، يعني حتقل عشان اتمني محافظ على نفس البار اذا بدي اغير الريفاكتف اندكس 1.7. فاهمينها؟ خلينا نرسمها بنفس المبدا، الاس جي بتساوي 2.26 ملي. يبقى ريفاكتف اندكس 1.5 مع ساج 3.3% بيعطي بلس 5. طيب ريفاكتف اندكس زاد هنا 1.7، يبقى حيلزمني ساج اقل. اقل بقديش حسبناه هناك. فهمتوا قديش؟ فهمتوا كيف؟ طلع اقل فعلا، هي 3.3%، لا 2.26. يبقى ساق قليل مع الريفاكتف اندكس كبير بعطيني بلس 5، وهنا الريفاكتف اندكس قليل مع ساق كبير بعطيني برضه نفس الحاجه، نفس الباور. فهمتوها؟ مين متصعب منها هذه؟ هي مش صعبه مره، مطلوب منك طلع معطيات بالطريقه هاي، ان اس وان جي. بتطلع معامل، المعامل هذا ايوه بتضربيه زي ما هو في الساق الاصلي، بيطلع قديش الساق المطلوب. بس بدنا ننتبه يكون الموضوع منطقي، يعني اذا انا بطلبت انه يزيد الريفاكتف اندكس بتوقع انه الساق الجديد يقل. اصطلح اكثر في حالة غلط حلك، تمام؟ هاي الفكره هنا. كل ما زودت الريفاكتف اندكس كل ما لزمنيش ساق، كل ما قل الساق اللي بيلزم عشان احافظ على نفس الباور. هاي الفكره، تمام؟ واضحه هذه ولا صعبه؟ طيب يبقى هنا طبعا كل هذا الكلام عشان نحسب الساق وفهمنا الساق، نرجع لللينز ثيكنس. يعني في عندي قانون الاصلي تي بيساوي اي زائد اس 1 اس 2، احنا رحنا في كل هذا الموضوع عشان نجيب الاس، شوفوا اس طلع موضوع لحاله قصه، بس خلصنا منها. نرجع للثيكنس ثاني، بعطي مثال عليه عشان نحل. عندي الاف 1 يساوي بلس 6. ايش اف 1 هذه؟ اف 1 عباره عن ايش؟ قوه السطح الامامي، مظبوط؟
اف 2 ماينس 3 يعني هذه العدسه ايش رايكم؟ عدسه موجبه ولا عدسه سالبه؟ موجبه واضحه جدا تمام؟ الان بتساوي 1.5 ايش الان؟ معامل انكسار العدسه تمام. الاي بتساوي 1 ملي ايش الاي؟ اتش ثيكنس هي مرسومه. الدي بتساوي 65 ملي يبقى الواي احنا بنتعامل على الواي صح؟ 32.5. احسب السنترال ثيكنس ايش قانون؟ اي اس 1 اس 2. طيب اس 1 كيف بدنا نجيبها؟ في قانون ايش قانون؟ الابروكسيميت او الاكزاكت جذر الار 1 تمام لكل تربيع. يبقى الانسر قبل هذا الكلام بدي الار والار. كيف بجيب الار؟ القانون اللي حكينا عنه الار بتساوي ان ناقص 1 على اف. حفظنا القانون صح؟ بس انا ضارب هنا في 1000 ليش طيب؟ ممتاز. القانون هذا بطلع بالمتر. انا عامل خطوه زي بالتمارين عمليه مش شرط ما تلخمش حالك اذا حاسس دوشه فيش مشكله بس حيطلع معك الجواب 83 من 1000 ضربيها في 1000 بيطلع هيك الجواب. فمن الاول اضرب القانون كله في 1000 عادي يعني ما مش حيفرق تمام. ان ناقص 1 على اف 1 عملناها 83.3 ملي من هذا ار 1. ايش معنى هذا الكلام؟ يبقى نصف قطر الكرة اللي اجى منها سطح قوته بلس 6 برفاكتف اندكس او بلس 6 برفاكتف اندكس 1.5 بيساوي 83 متر. فاهمين كيف؟ يعني الكرة مثلا حجمها بده يكون احنا بنوصل لكم اياها هذا الار هي 83 متر هيك الكرة بده تكون حجمها. وانا ما اخذ منها جزء صغير هالقد بس عشان احطه في العدسة كسرت عشان احطه في العدسة هيك اللي بصير فعلا. فهمتوا كيف؟ بتخيل كرة كبيرة جبتها هيك يعني 83 في 2 ايش بيطلع؟ 160 166 وشوية يعني بتاخد متر و60 سم شيء زي هيك مثلا كرة كبيرة متر و60 سم. جيت انا على قطر بس انا حاسب القطر بالضبط 65 ملي منها من سطحها وقصيته هذا الجزء واخذته. هذا التحدي الموجود اللي شوية اللي جاي من الكرة الكبيرة هذا بيعمل لي قوة بلس 6. فهمتوا كيف القصة؟ هيك بتصير بالضبط عشان نشوف الأرقام هاي نفهم الشيء هاي الفكرة. طيب الار 2 بيساوي 166.67 ملي طبعا برضه في 1000 إذا بتلاحظوا هنا 1 ناقص ان ليش طيب؟ بتطلعش بالسالب عشان هي سالبة أصلا. لا هي لو حليناها صح مش هتطلع بالسالب عشان هيك عملنا 1 ناقص 2. طيب الريز اوف لايت بتفوت زي هيك بتفوت زي هيك بتفوت زي هيك. هو الضوء بيفهمش انه هذا عدسة وقانون مش هيفهم انه هذا عدسة. قانونها بتعامل مع اسطح وسط قبل السطح وسط بعد السطح. يعني في هذه الحالة الأولى القانون بيقول ان ناقص 1 اللي هو وسط العدسة أو وسط اللي أنا خاش عليه ناقص الوسط اللي أنا جيت منه صح؟ يبقى مين الوسط اللي انا خاش عليها؟ انا ان وين جيت منه وين؟ 1. فهذا القانون الاول الاف 1. طب تعال شوف اف 2 الوسط اللي انا جيت منه اللي رايح عليه اللي هو 1 واللي جاي منه ان. فهمتوها؟ بيطلع 1000 على 1 ناقص ان على اف 2 بيطلع نفس الحاجه تمام؟ إذا ما عملتهاش مش خطير الموضوع عادي بيطلع بس الإجابة بالماينس أو كذا فبتعرف إنه فيش أطوال بالماينس فبتشيليها مش موضوع مش غلط يعني بس عشان تعرف بالضبط إنه القانون بيحكي في هذا الموضوع. القانون بيحكي الوصلة رايح عليه ناقص الوصلة أنا جاي منه لو أن شرطة ناقص أن تمام. طيب 166.67 ملي واضح إن الكرة أكبر. ليش أكبر؟ لأن قوة قليلة. كل ما في علاقه قلنا علاقه عكسيه ما بين الار وبين الاف صح؟ كل ما زادت القوه كل ما قلت الار والكره بتصير اصغر. هذا واضح هنا الاف 1 قديش هذه؟ بلس 6 وهذه ماينس 3. هي قوه السته بدها كره صغيره لانها قوه كبيره علاقه عكسيه بينما العكس مع الماينس 3 الكره بتكون اكبر بكثير لانه القوه صغيره
واضحة؟ فواضح انه هذه ضعف القيمة هاي. فاهمين؟ ضرب 2 ليش؟ لانه قوة 6 باي 3 بالضبط، يعني ضعفها. جبنا الار، بتم اجيب الساق اس 1 حسبناها طلع 6.6 ملي، اس 2 حسبناها طلع 3.2. ايش قانون هذا استخدمناه؟ الاكزاكت ساق، اكزاكت مش الابروكسيمت. تمام، بتم اطبق القانون طبعا برضه بنفس المنطق. الساق الاولاني لقوة الكبيرة 6.6، الساق الثاني لقوة الاقل 3.2. لحظة، كل ما زاد القوة اللي هم الاثنين لهم نفس معمل الانكسار، الاثنين لهم 1.5. يبقى كل ما زاد الكيرفيتشر او زاد اللي هو الساق بزيد الباور. انا قاعد بحكي لكم ملاحظات وانا بحل عشان تعرفوا طول ما انت بتحلي انه الكلام لازم يعني مراك مع بعضه وكله منطقي. الباور الكبير له الساق اكبر، الباور القليل الساق اقل. تمام، طيب يبقى التي ايش بتساوي؟ اي زائد اس 1 ناقص اس 2. كيف عرفت؟ ان الاشارات موجبه كلها لانه كلهم رايحين ناحيه اليمين، رايحين كمتجهين. واضحه؟ حتى حليتها طلع 4.4 ملي. طيب عندي السنترال ثيكنس 4.4 من 10 ولا 4؟ 4 ملي. والاي قديش؟ 1 ملي. احنا قلنا العدسه هذه بلس، هذا كلام منطقي. ما دام السنتر 4.4 ملي اسمك من الايدج، هذه عدسه بلس. وحكينا في هذا اول محاضره، قلنا لو هيك عندي عدسه هاي 1 ملي وهذه 4 ملي، يبقى مظبوط صح، يبقى عدسه بلس. وانا بحل طلع غلط، بحس انه الايدج اقل من او اكثر من السنتر، يبقى بعرف اني حل غلط. لازم يكون الاشي منطقي راكب، ما ينفعش عدسه بلس والاقي العكس انه السنتر مثلا انحف من الايدج او هكذا. تمام، واضح الفكره هذه؟ طبعا هذا مهم جدا الكلام نفهمه. وطبعا احنا بالنسبه لنا بفيدنا هذا الكلام بشكل ممتاز في العدسات اللاصقه، كيف نفهم الساق والعلاقه بين الباور والسطح وهيك. هنا بنفهم لحد معين، بس هو هذا مفهوم اساسي في الاوفثالميك لينسز، قست الساق مع الدايميتر مع الار مع الباور كل الكلام هذا. تمام هيك، خلاص نقف هنا ان شاء الله ونكمل المره الجايه.